رئيس الجمهورية قيس سعيد يرسل بهدية إلى رئيسة الحكومة. اليوم رئيس الحكومة أحمد الحشيني تسلم هدية من رئيس الجمهورية قيس سعيد تتمثل في قانون ترتيب خدمة الوزارة الكبرى بتاريخ 27 فيفري 1860، واللي سبق إصدار أول دستور لتونس في 26 أفريل 1861. والهدية هذه كانت بعد زيارته الأخيرة إلى مقر رئاسة الحكومة ومقر الكتاب العام للحكومة. رئيسة الحكومة في بلاغ لها وضحت أن قانون خدمة الوزارة الكبرى يمثل منعرج حاسم في هيكلة الدولة التونسية وتنظيم دواليبها على أسس عقلانية وشاملة سمحت بتحسين التصرف في الشأن العام وتكريس السيادة التونسية في مواجهة الأطماع والتجاذبات الأجنبية، كما يعكس هذا القانون رغبة الدولة في مركزة القرارين السياسي والإداري حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. وهذه طبعا جملة من الرسائل اللي أراد رئيس الجمهورية أن يبلغها للجميع. بمقتضى أمر صدر برائد رسمي للجمهورية التونسية، تقرر إنهاء مهام نجاة العمراني الجوادي من منصب المدير العام للديوان التونسية وكمكلف بمأمورية بديوان وزيرة المالية. كما تقرر إنهاء مهام أحمد خضر مراقب عام للمالية من مهامه ككاتب عام لوزارة المالية وكمكلف بمأمورية بديوان وزير المالية. صدر برائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون عدد 10 لسنة 2024 مؤرخ في 7 فيفري 24، اللي يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. وكان مجلس نواب الشعب صادق على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية برمتي ب 92 صوت نعم، 26 احتفاظ و 15 رفض. وينص القانون الجديد اللي ضمن فصل وحيد على الترخيص للبنك المركزي التونسي بصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صافي يقدر ب 7000 مليون دينار، تسدد على مدة 10 سنوات منها 3 سنوات إمهال ودون توظيف فوائد، وذلك بغرض تنويل جزء أو تمويل عفوا جزء من ميزانية الدولة لسنة 2024. أيضا ينص القانون اللي صدر في الرائد الرسمي على أنه تسحب هذه التسهيلات على أقساط حسب حاجيات الخزينة العامة للبلاد التونسية، وتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي التونسي تضبط خاصة طرق سحب هذه التسهيلات وتسديدها. وكانت وزيرة المالية سهام البغدري النمصية اعتبرت في جلسة عامة في البرلمان أن الترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة جاء نتيجة عدم تمكن تونس من الاقتراض الخارجي، بالإضافة إلى وجود التزامات ونفقات على الدولة أن تسددها في الأجل، من بينها الأجور وجرايات التقاعد وخدمة الدين وغيرها حسب تعبيرها. تصريح لشقيقة شهيد شكري بالعيد عبد المجيد بالعيد، قال اليوم بأنه هناك بوادر تعامل بجدية وبحرفية مع ملف اغتيال شقيقه الشهيد شكري بالعيد. ووضح شقيق شكري بالعيد أن البوادر تتمثل في قصر مدة تأخير جلسات النظر في قضية الشهيد شكري بالعيد إلى مدة أقصاها 3 أسابيع بعد أن تم في السابق تأخيرها إلى 7 أشهر حسب قوله. وتحدث عبد المجيد بالعيد عن تورط عدة أطراف سياسية في الملف، ذكر منها أعضاء من حركة النهضة، واعتبر أن الرئيس الأسبق المصف المرزوقي كان على علم مسبق بحدوث عملية الاغتيال وهو يدرك تماما تفاصيلها، لكنه التزم الصمت حسب قوله. وأضاف بالعيد أن رئيس الجمهورية الراحل الباجي قيد السبسي كان على اقتناع بتورط حركة النهضة في عملية الاغتيال، لكنه لم يحرك ساكنا مرجعا أسباب ذلك لتلقيه تهديدات من حركة النهضة
طالت أفراد عائلته، وذلك خلال فترة رئاسة يوسف الشاهد للحكومة حسب تعبيره. في المقابل عبر عبد المجيد بالعيد عن ارتياحه بتعامل رئيس الجمهورية قيس سعيد مع هذا الملف بجدية وبحرفية بعد ما اعتبروا تحرر القضاء، وتأكد وجود إرادة سياسية لكشف حقيقة الاغتيال حسب تعبيره في تصريحاته الإعلامية اليوم. تصريحات خطيرة جدا تتعلق بقضية الشهيد شكري بالعيد. عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بالعيد أفاد اليوم بأنه واحد من المتهمين، ما ذكرش اسمه، واحد من المتهمين في قضية الشهيد شكري بالعيد رفض التصريح داخل قاعة المحكمة أثناء جلسة المرافعات، وبرر هذا بأنه تعرض لتهديدات جدية بالتصفية داخل السجن. عبد الناصر العويني قال اليوم أن المحكمة مكنت هذا المتهم إثر الجلسة من السماع مكتبيا من قبل قاضي مقرر للإدلاء بحقائق لم يذكرها في الطور التحقيقي وفي أطوار المحاكمة السابقة حسب تعبيره. وأشار عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بالعيد إلى وجود غطاء سياسي سابقا لتمكين مورطين من الإفلات من العقاب، والآن رفع هذا الغطاء. وأكد في هذا الصدد أن هيئة الدفاع تطالب بمحاسبة المتورطين. وأفاد العويني أن القضاء تحصل على رواية رسمية من محكمة التعقيب في 27 نوفمبر 2023، مفادها توجيه التهم من قبل دائرة الاتهام لكل من فتحي دمق وطاهر بوبحري وكمال العيفي وبالحسن النقاش وعلي الفرشيشي، وأغلبهم ينتمون لحركة النهضة، وهي تهم عنوانها تكوين وفاق في جرائم لارتكاب جرائم إرهابية بكافة أنواعها، والوفاق أدت نتائجه إلى اغتيال الشهيد شكري بالعيد حسب تعبيره. وكشف عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بالعيد بأنه طاهر بوبحري كان يقوم بالتنسيق مع وزير الداخلية علي العريض حسب تعبيره، وهذا كلام خطير جدا. وأضاف بأنه كمال العيفي اللي هو في حالة فرار، وبالحسن النقاش وعلي الفرشيشي ومصطفى خضر متورطين حسب محكمة التعقيب ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في تكوين وفاق إجرامي لارتكاب جرائم إرهابية من بينها الاغتيال، واللي انتهت باغتيال الشهيد شكري بالعيد حسب تعبيره أيضا. وأشار العويني لأنه استكمال 30% من حقيقة الاغتيال مرتبط أساسا بتجميع كل المعطيات وتجميع الملف والاستماع لبعض الشخصيات اللي كانت خائفة من الإدلاء بشهادتها والتصريح بوجود شهود شعروا بالأمان وإمكانية التصريح دون وجود تهديدات. عبد الناصر العويني أيضا أكد أنه اتهام حركة النهضة بالتورط في اغتيال الشهيد هو توصيف سياسي، في حين أنه المسؤولية الجزائية تهم أفراد بعينهم تقلدوا مسؤوليات صلب الحركة وفي الدولة على غرار المدير العام للمصالح المختصة أو وزير الداخلية أو المستشار في ديوان وزير الداخلية.